خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك دكتور أيمن. تحية الأخ يوسف ولكل السادات والسادة المشاهدين ومتابعينك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني دلوقتي مجلس الأمن بيقول إن هو عاوز يتبنى قرار بوقف فوري لإطلاق النار، وإحنا عارفين الجهود اللي بتبذل الحقيقة من مصر في إطار إنه تفعيل هدنة ولو مؤقتة أيا كان مدتها. كيف ترى تصريحات مجلس الأمن بإنه عاوز يتبنى قرار لوقف إطلاق النار؟ إذا أراد المجلس أن يوقف، مجلس الأمن أن يوقف إطلاق النار مش بس في شكل هدنة وإنما إيقاف كامل، لكان استطاع من 6 شهور، ولا أنا غلطان؟ بالتأكيد يا صديقي، هو تأخير إصدار قرار مجلس أمن في وقف إطلاق النار نتيجة فيتو أمريكي ثم فيتو روسي خلال الأسبوع الماضي، والآن يمرر قرار طبعا وقف مؤقت إطلاق النار لمدة 2 أسبوع خلال شهر رمضان، على أمل أن يتم لاحقا بناء عليه وقف إطلاق النار دائم. لكن حتى هذه اللحظة نقيس الأمور بردود الأفعال. الإسرائيليين قالوا نحن لن نلتزم بهذا القرار، ولا توجد، لأن هذا القرار لم يصدر تحت المادة 7، لا توجد أدوات لتنفيذه والإجبار على تنفيذه. الجانب العربي والفلسطيني وحتى المقاومة طبعا اعتبرت أن هذا القرار إيجابي وقالت نحن سنلتزم به ورحبت بهذا القرار، ولكن من سيبطل تنفيذ هذا القرار للأسف الشديد هو الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو وعصابته تحدثوا بشكل واضح أنه لن يلتزم بهذا القرار. أخي يوسف، 89 قرار مجلس أمن لدينا لم يلتزم الاحتلال بها. صحيح. فلن نقف عند هذا القرار. يمكن كان قرار 27/12 و27/20 خلال الحرب قرارات تتحدث عن هدى إنسانية وإدخال المساعدات ولم يلتزم بها الاحتلال بشكل أو بآخر، وبالتالي حتى اللحظة هذا القرار لن يتم تنفيذه إلا عبر إذا نجحت المفاوضات في الدوحة التي تقوم بالوساطة بها مصر وقطر، وإذا وصلنا إلى اتفاق طبعا هناك الآن حلول وسط تطرح، فهذا يعني أننا قد نشهد التزام بتنفيذ هذا القرار، وأكثر من ذلك هو الوصول إلى هدنة تمتد إلى 6 أسابيع. لكن دون ذلك أنا أعتقد هذا القرار سيكون حبرا على الورق مثل قرارات كثيرة صدرت طبعا من مجلس الأمن. طيب دكتور أيمن، خليني أسأل سؤال يبدو أنه سؤال يعني بالتأكيد جدلي، يعني هل وصلنا إلى موقف خاسر؟ يعني نحن العرب خاسرين ولا نستطيع إيقاف الحرب، الإسرائيليين خاسرين ولا يستطيعون إيقاف الحرب، أمريكا أيضا خاسرة ولا تستطيع إيقاف الحرب، هل لا يوجد أحد يستطيع الآن في هذا الموقف التراجع؟ أنا أعتقد أخي يوسف أن نتنياهو هذا الرجل البارع سياسيا برغم كل وقاحته وحقارته، لأنه بارع في اللعبة السياسية بشكل كبير جدا، هو الآن وكأنه يدير العالم بصراحة بشكل كبير جدا في أزمة غزة، هو يعلم كيف يدير مصالحه الداخلية بشكل كبير جدا، وحرك ملف التجنيد خلال الأيام الماضية لإشغال الشارع الإسرائيلي في هذا الملف، ثم لاحقا بدأ نجد أنه طبعا يشاغل العالم والأمريكان في ملف غزة. رأينا أنه مباشرة بعد أن قرر قرار مجلس الأمن والأمريكان لم يستخدموا الفيتو، قال أن الوفد الذي سأرسل للتفاوض حول آلية الحرب في غزة لن أرسله، وبالتحديد الحرب على رفح، لن أرسل هذا الوفد لإطلاع، ووفد عسكري لإطلاع الجانب الأمريكي على تفصيل هذه اللعبة. أنا لا أعتقد الأمر خاسر، لأن الفلسطينيين خاسرين قبل هذه الأحداث، والعرب تعرف أن العرب في موقف لا يحسد عليه، الإسرائيليين هم الخاسرون الأساسيين، ولذلك الأمريكان طلبوا من الإسرائيليين أن لا يغرقوا في غزة وأن يوقف الحرب في غزة، وأن الدخول في رفح لن تكون نزهة حتى لو احتلوا رفح فالأمور. وبالفعل الإسرائيليين أخي يوسف يعني الإعلام ما يتحدث عن ذلك، الإسرائيليين الآن يؤسسوا مراكز أمنية وبدأوا ببناء وشق طرق وبناء مباني قد تدوم، وبالتالي الإسرائيليين يروا أن الحرب قد تستمر عدة شهور أو عدة سنوات، وبالتالي لمصلحتهم طبعا الفرق كثير بين شهور وسنوات، لكن هذا ما يتم الترتيب له، وهم يريدوا أن يحدث حالة محاكاة في غزة كما هي في الضفة الغربية، يكون لهم مقرات أمنية، ينفذوا عمليات موجعة ثم يعودوا كما رأينا ما حدث في مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية. هذا ما يخطط له للاحتلال للأسف الشديد، وفي وضع طبعا فلسطين نحن لا نحسد عليه، نتمنى كنا فلسطين أن يتم ترتيب بيت الفلسطيني بعيدا عن المناكفات التي نراها، أقل تقدير لوضع رؤية لإحداث حالة مواجهة مع الاحتلال تحدث حالة توازن فلسطيني أقل تقدير. أتمنى. أشكرك جدا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.